النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. صباح اليوم كانت الأجواء باردة نسبيا في عموم المناطق، تشكل الضباب في العديد من المناطق فوق القمم الجبلية العالية وأيضا في المناطق الساحلية، حيث تشكل الضباب في منطقة المطار وتدنت الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي انخفاض على درجات الحرارة يوم الجمعة مقارنة بالأيام الماضية، وغيوم وطبة متوقعة صباحا وليالي باردة نسبيا تستدعي لبس ملابس أكثر دفئا. صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار الكميات من الغيوم المنخفضة، والضباب الذي تشكل في المناطق الساحلية خلال ساعات صباح اليوم هي ناتجة عن انخفاض في درجات الحرارة وأيضا ارتفاع في نسب الرطوبة. سرعان ما تلاشى هذا الضباب مع شروق الشمس، وبالتالي سيكون الطقس صافي في عموم المناطق. تفاصيل أكثر حول درجة الحرارة نستعرضها في هذه الخرائط، خرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة قادمة من البحر الأبيض المتوسط، هي تعمل على جعل الأجواء معتدلة خريفية معتدلة، تصبح باردة نسبيا خلال ساعات الليل مع ارتفاع في نسب الرطوبة، وبالتالي ليتشكل الضباب والغيوم المنخفضة خلال ساعات الليل المتأخر وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع أجواء باردة نسبيا في العاصمة عمان، حيث تسجل 15 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 24 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 16، يوم السبت 25 إلى 18، ويوم الأحد 26 إلى 18 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.